رحمة الله وبركاته، معاكم زميلتكم ريم يوسف، فرقة تالتة. هنشرح مع بعض النهاردة أول محاضرة باثولوجي في موديول الإندوكراين، وهي محاضرة بعنوان Diseases of Pituitary Gland. ما ننساش نفتكر زمايلنا إن احنا ندعي لهم بالرحمة، وإن ربنا يدخلهم الجنة ويصبر أهاليهم يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عايزين نعرف إيه هي الأوبجكتيفز بتاعة المحاضرة دي، إيه اللي احنا هنطلع بيه من المحاضرة بعد ما نخلص بإذن الله. أول حاجة هندي هنت بسيط كده عن الأناتومي بتاع البيتيوتري جلاند، عشان مثلا لو حد مراكم محاضرة الأناتومي ولا حاجة يبقى إيه فاهم معانا وماشي معانا على الخط. تاني حاجة هنوصف الهايبوبيتيوتاريزم والكلينيكال مانيفستيشنز بتاعته، ودي يعني إيه على اخر المحاضره هنفهم ان شاء الله. ديفاين الهايبر بيتيوتاريزم والاستريت، يعني هنوضح التيومرز بتاعه البيتيوتري جلاند. طبعا الكلام شكله كمصطلحات غريبه، ولكن ان شاء الله هتوضح بعد ما نخلص المحاضره. طيب بسم الله. اول حاجه عايزين نعرف البيتيوتري دي جت منين. البيتيوتري دي عباره عن البيتيوتري، قلنا الامبريولوجيكال اوريجين بتاعها. اول حاجه ان هي طلعت من حاجه اسمها الداين كيفالون او الداينسيفالون. الداينسيفالون ده متوصل من فوق كده بالهايبوثالاموس بالبرين، تمام؟ فالداينسيفالون ده نيورو، ماشي؟ ده حاجه كده ايه نيورولوجيكال اوريجين، تمام؟ بيطلع منين؟ حاجه اسمها الداينسيفالون، هو اللي بينزل كده بيطلع لك باوتش كده اسمها داينسيفالون، تمام؟ منين؟ من فوق كده من عند الهايبوثالاموس. طب من تحت؟ قال لك طلع بقى من فوق، يعني دي نزلت من فوق، انما دي طلعت من تحت، تمام؟ طلع من ده اكتوديرمال ان اوريجين، فده راثيكس باوتش. الكلام ده كله امبريولوجي انت مش مسؤول عنه، ولكن ايه في كلمه كده هنحتاجها بعدين في المحاضره في اخر المحاضره ان شاء الله. المهم ان انت تعرف لي ان في حته طلعت نزلت من فوق اسمها الداينسيفالون او الداينكيفالون، وحته طلعت من تحت اسمها الراثيكس باوتش، تمام؟ قلنا ان الحته اللي فوق دي فضلت تكبر تكبر تكبر، والحته اللي تحت فضلت تكبر 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 لحد ما تقابلوا عند بعض، والحته اللي تحت دي حصل لها ايه انفصلت عن الاكتوديرم اللي كانت طالعه منه، قلنا ده كان طالع اكتوديرمال ان اوريجين، وايه ولزقت في الحته اللي كانت نازله من فوق اللي هي كانت ايه كانت الداين كيفالون، تمام؟ الحته اللي هي الداين كيفالون دي سميتها انا البوستيرور لوب، والحته اللي هي كانت جايه من الراثكس باوتش دي سميتها ايه الانتيرور لوب، عشان لما اجي اقول لك ان في مشكله مثلا حصلت في الراثكس باوتش مثلا طلع منها تيومر طلع منها مش عارفه ايه، فانت تبقى عارف ان ده الانتيريور لوب وده ايه البوستيريور لوب، تمام؟ طيب بعد كده احنا جينا بقى هنتكلم اناتومي، بقى اللي فات ده كان امبريولوجي، هنا بقى هنتكلم اناتومي. اول حاجه عايزين نقسم البيتيوتري جلاند دي، هنقسم ايه البيتيوتري جلاند دي. اول حاجه ان الجلاند دي قسمناها الى انتيريور لوب او اللي اسمها ادينو هايبوثيسيس. يعني ايه ادينو؟ احنا عارفين ادينوما او مثلا ادينويد، فاللي هو حاجه لها علاقه بالجلاند، صح؟ يقول لك دي ترو جلاند وبتسكريت هرمون. امال يعني البوستيرو لوب دي مش ترو جلاند؟ لا مش ترو جلاند، دي اسمها نيورو هايبوثيسيس. طب ايه القصه؟ قلنا احنا عندنا البوستيرو لوب دي البوستيرو لوب دي طالعه منين؟ طالعه من الداين كيفالون اللي هو كان متوصل بالهايبوثالاموس، فقلت لك ان دي كانت نيورو، صح؟ ومتوصله بقى بعد ما خلاص اتعملت وفي الادلت بقى اللي هو حضرتك، الهايبوثالاموس ده متوصل بالبوستيرو لوب بحاجه اسمها هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، تراكت كده من نيورونز ونيرفز بتوصل لك الهايبوثالاموس بمين؟ من البوستيرو لوب. البوستيرو لوب دي بقى شغاله ايه؟ دي شغاله مخزن، شغاله ايه؟ مخزن، تمام؟ لكن الهايبوثالاموس دي اللي شغاله المصنع، الهايبوثالاموس تصنع لك الهرمونز، عشان كده البوستيرو لوب مش ترو جلاند، الهايبوثالاموس هي اللي بتصنع الهرمون وبعد كده تنزله في الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، وتروح تخزنه فين؟ تروح تخزنه في البوستيريور لوب اللي هو اسمه تاني نيورو هايبوفيزيس. ممكن الدكتوره تيجي تلخبطك، بدل ما تقول لك بوستيريور لوب في اي حته تسالك عن اي حاجه فيها تقوم قايل لك ايه نيورو هايبوفيزيس، تمام؟ طيب الانتيريور لوب بقى، الانتيريور لوب قلنا ده ترو جلاند، ده كان طالع من تحت من عند الاكتوديرم من عند الراثكس باوتش، فاكرين انا ناسيين؟ فده ايه الانتيريور لوب؟ قلنا ده ترو جلاند، قلنا ده ايه ترو جلاند بيسكريت هرمون، هو بنفسه بيسكريت ايه الهرمونز، تمام؟ لكن البوستيريور لوب اللي هو النيورو هايبوثيسيس قلنا ده كونكتد للهايبوثالاموس، ولا بايه؟ بهايبوثالامو هايبوفيزيال تراك، هو اللي بيصنع الهرمونز بنفسه؟ لا، هو بيستور بيخزن الهرمونز اللي بتطلع منين او اللي بتسكريتد او اللي بتتصنع بالهايبوثالاميك ايه بالهايبوثالاميك نيوكليي. كل ده كلام هتاخدوه في فيسيولوجي تاني، بس احنا بنوضح عشان لما اجي اشرح دلوقتي تبقى انت ايه مش بعيد عني وتبقى فاهم الكلام ده. قال لك البوستيريور لوب ده بيتكون من ايه هي الخلايا بتاعته؟ حاجه اسمها موديفايد جلايال سيلز. جلايال يعني ايه؟ يعني لها علاقه بالبرين شويه، لها علاقه بالنيورو، تمام؟ موديفايد جلايال سيل واكزونال بروسيسز. ايه البروسيس؟ مش انا قايله لك فيه هايبوثالامو هايبوفيزيال تراكت، يبقى اكيد ده اللي عامل البروسيسز، الزوايد الحاجات دي، صح؟
وموديفايد ايه؟ وموديفايد جلايل سيلز. يبقى في خلايا وفي ايه؟ وفي بروسيسز. تمام. البروسيسز دي جايه منين؟ جايه من الهايبوثالامس من فوق، وبتمتد تروح فين؟ بتروح في البوستيرير لوب. تمام. يبقى احنا كده ايه وضحنا الباتيوتري جلاند بتتكون من ايه. تمام. طيب احنا عرفنا البوستيرير لوب بتتكون من موديفايد جلايل سيلز والبروسيسز دي. طب الانتيرير بيتيوتري بقى اللي احنا ما جبناش سيرتها خالص، قال لك دي بتتكون من 5 انواع من الخلايا. 5 انواع ايه؟ من الخلايا. تمام. طيب دي بقى حاجه ترو جلاند بقى، فلازم نتوصى بيها. اول حاجه سوماتو تروفس. سوماتو دي يعني تيشو. سوماتو يعني ايه؟ جيب لكم القلم. سوماتو يعني ايه؟ يعني تيشو. يبقى سوماتو تروفس يعني تيشو، حاجه لها علاقه بالتيشو. فهتصنع ايه؟ هتصنع الجروث هرمون. هتصنع الجروث ايه؟ هرمون. تمام. طب اللاكتوتروفس. اللاكتوتروفس دي بتطلع البرولاكتين. البرولاكتين تمام، البرولاكتين ده مسؤول عن ال صنع اللبن في الفيميل اللي هي البريجننت. تمام. او مش بريجننت، ممكن يكون في ايه؟ في باثولوجي معين، فهيطلع لبن في اي حاجه. المهم احنا مديول، احنا محاضر باثولوجي يعني، فخليكم معايا كده. كورتيكوتروفس، قلنا الكورتيكوتروفس دي اللي هي بتطلع لي حاجه اسمها الاي سي تي اتش. ACTH هرمون اسمه ACTH. ثايروتروفس دي بتطلع الثايرويد ستيميليتنج هرمون، يعني مش بتطلع لي الثايروكسين، لا لا، بتطلع الثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي بيروح يحفز الثايرويد جلاند ان هي تطلع مين؟ ان هي تطلع بقى التي 3 والتي 4 واللي هم مين؟ اللي هم الثايروكسين. فدي كده حاجه ايه؟ بتعمل يا دوبك ريجوليشن، صح؟ طيب الجونادوتروفس. الجونادوتروفس ده اللي هو الفوليكول ستيميليتنج هرمون اللي هو الاف اس اتش، واليوتنايزنج هرمون اللي هو ال اتش. المهم تعرف لي زي اسمك الخمس ايه؟ الخمس انواع من الخلايا دول عشان الدكتوره اكدت عليهم. طيب السكريتوري اكتيفيتي. السكريتوري اكتيفيتي بتاعت الهرمونز دول ان هم زي ما قلت لك بيعملوا ريجولي، بيبقى هم، مش انا قلت لك ان هم بيعملوا ريجوليشن لجلاندز ثانيه؟ هم برضو في حاجه بتعمل عليهم ريجوليشن اللي هي مين؟ الهايبوثالاميك فاكتورز. يعني احنا قلنا ان الانتيرير بيتيوتري بتتاثر بهايبوثالاميك ايه؟ هايبوثالاميك فاكتورز. بس هرمونز، الهايبوثالاميك فاكتورز دي هرمونز تمام بتاثر فيها، فتطلع لي هي بقى هرمونز. يعني الهايبوثالاميك فاكتورز دي تروح تاثر على البيتيوتري بهرمونز معينه. تمام. فالبيتيوتري دي ايه؟ تبتدي ان هي تطلع لي هرمونز معينه تاثر في جلاندز ثانيه، فتبتدي الجلاندز دي تطلع لي هرمونز معينه. طب ايه فرقها بقى عن البوستيرو بيتيوتري؟ ما دول الاثنين كده بيتاثروا بايه؟ بيتاثروا بالهايبوثالاموس. لا، البوستيرو بيتيوتري بتتاثر، الهايبوثالاموس هي المخزن بتاع ايه؟ بتاع الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس بتيجي ترمي فيه تمام بتراكتس ببروسيسز، وهي ايه؟ وهي تخزن، وبعد كده تبقى تطلع بقى ايه؟ حين ويسار. تمام. ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لخلايا الانتيرو بيتيوتري. بسم الله. طيب قلنا البيتيوتري جلاند دي بتلعب كريتيكال رول في ريجوليشن لموست اوف اندوكراين جلاندز. مش انا قلت لك هايبوثالاموس تاثر على الانتيرو بيتيوتري، انتيرو بيتيوتري تطلع لي هرمونز، الهرمونز دي تروح تاثر في خلايا تانية، الخلايا التانية تبتدي تطلع هرمونز، الهرمونز دي بقى تشتغل. هو ايه؟ هي سيكيولي كده، المفروض انت في الفيسيولوجي ان شاء الله يحفظوها لك. تمام. طيب قلنا ان هو بيتكون من 2 مورفولوجيكالي اند فانكشنالي ديستينكت كومبوننت. يعني ايه الكلام ده؟ خلينا نروح نوضحه في حته تانية كده. احنا جبنا الصوره دي عشان نوضح عليها. الانتيرير بيتيوتري دي بتطلع هرمونز، الهرمونز اللي هي ايه؟ اللي هي التي اس اتش. التي اس اتش ده بيروح ياثر على مين؟ على الثايرويد جلاند. قلنا الثايرويد جلاند تبتدي تطلع لي بقى التي 3 وايه والتي 4، فهو بيعمل ريجوليشن للثايرويد جلاند دي. طب الاي سي تي اتش قلنا بيروح ياثر على الادرينال كورتكس. الادرينال كورتكس بقى تبتدي تطلع الدوستيرون بقى. انتوا لسه طالعين من موديول رينال وعارفين الموضوع ده اكتر مني. ال اتش والاف اس اتش دول بياثروا على الاوفرز وعلى ايه؟ وعلى التستس، صح ولا غلط؟ لان هم ايه؟ حاجات لها علاقه بالسكس شويه. طيب الجروث هرمون، الجروث هرمون ده قلنا بيطلع من حاجه اسمها السوماتوتروفس. السوماتو قلت لك يعني تيشو، فهو بيأثر على الموست تيشو بايه؟ بيكبرها. تمام. طيب قلنا البرولاكتين، قلنا البرولاكتين ده بيأثر على البريس لان هو اللي مسؤول عن عمليه تصنيع اللبن. عمليه ايه؟ تصنيع اللبن في ثدي المراه الحامل. تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ للهرمونز بتاعت الانتيريور بيتيوتري. طيب بالنسبه بقى للهرمونز بتاعت البوستيريور بيتيوتري ديت، هي بتصنع؟ لا، هي بتخزن. بتخزن. امال مين اللي بيصنع؟ اللي بيصنع الهايبوثالاموس. مين اللي بيصنع؟ الهايبو ايه؟ الهايبوثالاموس. تمام. طيب الهايبوثالاموس بيصنعهم ويخزنهم فين؟ يخزنهم في البوستيريور بيتيوتري. البوستيريور بيتيوتري بقى بيخزن هرمون اسمه اوكسيتوسين وهرمون اسمه الفازوبريسين، او بيدلعوه بيقولوا له يا اي دي اتش. بيدلعوه بيقولوا له ايه؟ يا اي دي اتش. تمام.
طيب قلنا الاوكسيتوسين ده بيروح يأثر على اليوترس ويأثر على الماماري جلاند، بيعمل لهم ايه؟ بيعمل لهم كونتراكشن، بيعمل لهم ايه؟ كونتراكشن، يأثر على اليوترس يعمل فيه كونتراكشن، بيعمل لك يوتيراين كونتراكشن، فاكيد لما اليوترس ده اللي هو الرحم، فلما يعمل انقباض لليوترس فايه اللي هيحصل له؟ هيحصل عملية الليبر، صح؟ هيحصل عملية الولادة. عملية ايه؟ الولادة. طب بالنسبة للماماري جلاند، لما يجي هو الماماري جلاند اهيت، تمام، ويبتدي هو ايه يعمل عليها؟ بسم الله، يعمل عليها ايه؟ يعمل عليها كونتراكشن كده، كونتراكشن كده، فيبتدي ايه اللبن اللي موجود جوه البريست ده يطلع، فيحصل عملية لاكتيشن، صح ولا غلط؟ فده ديت وظيفة الاوكسيتوسين. طيب وظيفة بقى الفازوبريسن، الفازوبريسن دوت من اسمه، فازو يعني فيسل، صح؟ بريسن يعني بيعمل بريشر، فهو بيضغط على الفيسلز، تمام؟ او من اسمه التاني اي دي اتش. يعني ايه اي دي اتش؟ يعني انتي دايوريتك هرمون، من اسمه انتي دايوريتك هرمون، يعني بيمنع عمليه الدايوريسز. فلما يمنع عمليه الدايوريسز يعني ايه؟ يعني بيحبس ميه، تمام؟ فلما يحبس ميه، في هنا ناقص دي، لما يحبس ميه فهيأثر على الكدني، صح؟ وقلنا له ان هو بيعمل على الفيسز، يأثر على الفيسز ويعمل لها بريشر، فيأثر على الارتريول، فالارتريول كده ايه الضغط فيها يعلى، صح؟ فتزود لك البلاب بريشر باي كونتراكتنج ارتريول، لان اسمه فازو بريسن، تمام؟ وقلنا بيزود الووتر ريتنشن، بيمنع عمليه الدايوريسز يعني بيقلل الدايوريسز، يعني بيحبس ميه، ما بيطلعش ميه، تمام؟ يبقى هو بيزود عمليه الووتر ريتنشن، ما بيطلعش ميه، وبيزود البلاب بريشر، ودي المفهومه من ايه؟ من الكلام. في بقى حاجه مكتوبه في الداتا بس الدكتوره ما قالتهاش، ان هو بيديوس الميل اجريشن، دي انا الصراحه مش لاقي لها تفسير يعني، ف وحتى الدكتوره ما قالتهاش يعني، فانتوا ما تشغلوش بالكم بيها قوي. كده احنا خلصنا الجزئيه بتاعت الهند البسيطه، بعد كده بقى هندخل في المحاضره بقى، دي بقى بدايه المحاضره بتاعتنا اللي هي الباثولوجي. قلنا الديزيزز بتاعت الانتيرير بيتيوتري، يا اما ان هي تكون الانتيرير بيتيوتري دي شغلها زاد، تمام، فتعملها حاجه اسمها هايبر بيتيوتريزم، يعني الهرمونز بتاعت البيتيوتري زادت، او الفانكشن بتاعت البيتيوتري زادت، فعملت لك هايبر بيتيوتريزم او هايبر اكتيفيتي، او قلت، صح؟ decrease الهرمونال secretion، عملت لك هايبو بيتيوتيريزم او هايبو ايه اكتيفيتي. قالك معظم الهايبر بيتيوتيريزم اللي هم دول caused بايه؟ caused functional pituitary adenoma. يعني ايه functional adenoma؟ adenoma يعني كبرت، صح ولا غلط؟ تعال نجيب القلم. adenoma يعني tumor، يعني البيتيوتري اللي هي الصغننه ديت كبرت، بقت قد كده، بقت ايه؟ بقت قد كده، تمام؟ فهتبتدي ان هي ايه؟ هتبتدي ان هي تطلع، فهتبتدي يا اما تطلع هرمونز، يا اما ما تطلعش، يا اما ما تطلعش ايه هرمونز، تمام. طيب امتى تطلع هرمونز؟ لما تطلع هرمونز يبقى كده عملت فانكشن، صح ولا غلط؟ لما عملت فانكشن فانا سميتها فانكشنال ادينوما، ادينوما يعني تيومرز، عارفين طبعا ان ادينوما يعني تيومر، صح؟ فبقت فانكشنال ادينوما يعني كبرت وطلعت ايه هرمونز. طب نون فانكشنال؟ نون فانكشنال يعني هي ما طلعتش هرمونز، كبرت بس ما طلعتش هرمونز، عادي جدا، تمام. فده كده معنى كلمه فانكشنال او نون فانكشنال. هو الدكتوره بتقول لك بقى ايه؟ ان الهايبر بيتيوتريزم ده بيحصل مع الادينوما، والهايبوبيتيوتريزم ده بيحصل مع الانفكشن، مع السيرجري، ومع التروما، تمام. طيب هنبدا ناخد البيتيوتري ادينوما، زي ما قلت لك في منها فانكشنال وفي منها نون فانكشنال. قلنا ان هي بتتكون من سنجل سيل تايب، يعني ايه؟ احنا مش قلنا ان الانتيرير البيتيوتري ادينوما، قلنا ادينوما دي بتيجي في ايه؟ اكيد مش هتيجي في البوستيرور اصلا، لان البوستيرور مش جلاند، امال هتيجي في الانتيرير بيتيوتري، صح ولا غلط؟ فالانتيرير بيتيوتري دي بقى بتتكون من كام سيل، كام نوع من السيل؟ 5 انواع من السيلز. هي بقى بتيجي في نوع واحد كده، تقوم ماسكاه وتتصدر وتعمل لك ايه؟ وتكبر قوي قوي قوي، وتعمل لك سنجل سيل تايب او سنجل بريدومينانت هرمون. يعني مثلا لو السوماتوتروف هو اللي كبر، فيعمل لك جروس هرمون سيل ادينوما. طب لو اللي هو اللاكتوتروف هو اللي كبر، يعمل لك برولاكتين سيل ادينوما. وكل بقى ايه؟ كل حاجه. او في بقى نون فانكشنينج بيتيوتري ادينوما، دي بتبقى بنسبه 25%. طب تعال نشوف الجدول المحترم ده، قال ممكن تكون فانكشنال، ممكن تكون نون فانكشنال. نون فانكشنال بتبقى كام في الميه؟ 25%. وركز عشان ده سؤال في كتاب القسم. كلاسيفيكيشن بتاع الفانكشنال بيتيوتري ادينوما، قلنا يا اما تطلع من لاكتوتروف هتطلع لي هرمون اسمه البرولاكتين، هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك هايبوجوناديزم وجالاكتوري. طب جالاكتوري عارفينها، لان هو ايه؟ بيعمل لاكتيشن اصلا، هو المسؤول عن تصنيع اللبن في البريست، تمام. فانه يعمل جالاكتوري دي منطقيه. هايبوجوناديزم ده بقى، بص، هو مش هو المفروض ان هو بيأثر على حاجة related للسكس وكده، فهو يعمل لك hypogonadism، تمام.
بميكانيزم طويل قوي، والدكاتره حتى لما احنا كنا بناخدها كنا سالنا فيها الدكاتره ومرضوش يشرحوها، قالوا ان هي ايه ميكانيزم طويل قوي ومش هيلخبطكم لو عرفتوه يعني. طيب الجونادوتروب، الجونادوتروب دي اللي هي الخلايا اللي بتطلع للاف اس اتش والال اتش، هتعملك يا اما سايلنت. يعني ايه سايلنت؟ يعني مش هتعمل اي مش هتعمل فانكشن، مش هتعمل سيمتومز، هي بتطلع، هي فانكشنال، هي فانكشنال، خد بالك هي بتطلع الهرمون بيطلع. امتى اقول نون فانكشنال؟ في فرق بين نون فانكشنال وسايلنت. نون فانكشنال دي ان هي ما بتطلعش اصلا هرمون، في فرق. لكن انا بقول لك هي سايلنت يعني بتطلع هرمون بس الهرمون ما بيعملش حاجه، ما بيعملش سيمتومز، تمام؟ يا اما ما بيعملش سيمتومز يا اما يعمل لك هايبوجوناديزم بمبدا ما زاد عن الحد انقلب للضد، تمام؟ فالاف اس اتش والال اتش احنا عارفين ان هما بيعملوا هايب او ان هما بيعملوا اكتيفيشن للجونادز وبيكبروها وكده، تمام؟ ما زاد عن الحد انقلب للضد، ولما تكبر قوي 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 تعمل لك هايبوجوناديزم، تمام؟ طيب سايلنت يعني ايه سايلنت؟ يعني بيطلع بس مش عامل سيمتومز، خد بالك بيطلع بس مش عامل سيمتومز، مش ما تقولش ان هو نون فانكشنال، تقولش ان هو عشان سايلنت نون فانكشنال، نون فانكشنال يعني ما بيطلعش اصلا هرمون، انما سايلنت يعني الهرمون بيطلع ولكن ايه؟ ولكن ما بيعملش سيمتومز، تمام كده؟ طيب السوماتوتروفس قلنا سوماتو يعني تيشو، بيطلع جروس هرمون، يعمل لك اكروميجالي او جايجنتزم، في هنا جي نص. تمام؟ اكرو ايه؟ اكروميجالي اللي هو اكرو يعني اطراف، ميجالي يعني كبيره، يبقى اطرافه ايه؟ اطرافه كبيره، او جايجنتزم اللي هي العملاقه، تمام؟ كورتيكوتروب دي بتطلع اي سي تي اتش، دي تعمل حاجه اسمها كوشنج ديزيز، كوشنج ديزيز ده برضه هتاخده في الفسيولوجي بالتفصيل. اسيدوفيل ستيم سيل دي خلايا، نوع من الخلايا بيطلع احنا ما قلناهوش فوق، بس هو بيطلع البرولاكتين وايه وجروس هرمون، ده اللي هو هاي فبرولاكتين احنا عارفين ان هو بيعمل هايبوجوناديزم وجالاكتوريا من فوق اهو، والجروس هرمون بيعمل ايه اكروميجن، فدي حاجه زي سلطه كده يعني، تمام. طب الثايروتروب، قلنا الثايروتروب ده بيطلع لك التي اس اتش، بيعمل لك حاجه اسمها الثايروتوكسيكوز، تي اس اتش يروح ياثر على الثايرويد جلاند، فالثايرويد جلاند طلع تي 3 وتي 4، تي 3 وتي 4 يكتروا قوي قوي فيعمل لك ايه الثايروتوكسيكوز. طيب خلينا نفصل شوية كده من المحاضرة ونرجع كده لأحداث غزة. فمنذ بداية أحداث غزة، هل ألغيت متابعة حسابات التافهين والمخذلين واللامبالين اللي هم يعني الغرب أو أي حد ما مش ناصر للقضية؟ ما ظنش ان هي قضية سهلة بالنسبة لك يعني كمسلم، اذا لم تفعل فبادر الان ولا تتأخر، واحذفها من جميع شبكات التواصل، نظف حساباتك وغير حياتك واعد ترتيب اولويات اهتماماتك، ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. يعني اظن ان اللي لسه منبهر بحضارة الغرب والحضارة المبنية على اللاشيء حرفيا، فين حقوق الانسان، وفين حقوق الطفل، وفين حقوق المرأة، فين حقوق الحيوان حتى على الاقل؟ يعني هم حاليا عاملين مؤتمرات حقوق حيوان والناس بتباد، حرفيا بتباد. لا يعني بلاش ننسى وبلاش نكسل وبلاش حتى ما فكروا غيركم، يعني افتكروا فكروا غيركم، الموضوع يا جماعة الموضوع لسه شغال، والناس لسه بتموت، والناس لسه مش لاقيه تاكل. ربنا ينصر اخواننا المستضعفين يا رب. طيب نكمل بقى. diseases of the posterior pituitary اللي هي الدايبيتس انسيبيدس. قلنا البوستيريور بيتيوتري دي بتطلع ايه؟ بتطلع هرمونين، واحد اسمه الفازوبريسين اللي هو الاي دي اتش، صح، واحد اسمه الاوكسيتوسين، تمام. اوكسيتوسين ده مش هنتكلم عنه دلوقتي، احنا هنتكلم عن الاي دي اتش اللي هو اسمه ايه، اللي هو اسمه الانتي دايوريتيك هرمون. قلنا ده بيعمل انتي دايوريسيس، يعني بيمنع الدايوريسيس، تمام، يعني بيحبس ميه. فالمانيفيستاشنز بتاعته، استنى كده عشان انا شكلي نيلت، المفروض ان هو بيحبس ميه، تمام. طيب هو بقى ايه المفروض ان هو ديفيشنسي في الاي دي اتش هرمون، الاي دي اتش قل، فانت المفروض بتحبس ميه، فانت ما عدتش بتحبس ميه، فالميه ايه بتنزل كتير، صح، فبقى في بوليوريا. بوليوريا يعني اكسسيف يورينيشن، يورين كتير بسبب ايه؟ بسبب ان اللي كان بيحبس ميه ما عادش بيحبس ميه، تمام، فاليورين زاد فبقى في بوليوريا، فهو كده فقد ميه كتير، صح، فهيحصل له بوليديبسيا. يعني ايه بوليديبسيا؟ يعني هيعطش كتير لان ما عادش في ميه في جسمه. بعد كده هيحصل له هايبرناتريميا. ايه الهايبرناتريميا دي بقى؟ منين هايبرناتريميا؟ مش هو بيرمي ميه، احنا عارفين الميه بتسحب معاها صوديوم، لا، هو هنا الميه، تمام، اعتبر ان ده جسمك مثلا، تمام، وفي مثلا 50% وليكن يعني الكلام ده غلط، 50% صوديوم و 50% ايه، 50% ميه، تمام، انا فقدت ميه كتير، فقدت ميه كتير، فالميه قلت، بس ال 50% صوديوم هم ثابتين او على الاقل قلوا شويه صغيرين، فهم كنسبه ما بينهم وبين بعض حصل ان الصوديوم زاد بس في كاريشيو، تمام، يبقى زاد اهو، بيقول لك في السيرم كونسنتريشن، يعني مش كعدد، لا، الكونسنتريشن بتاعه بس هو زاد، تركيزه زاد في جسمك، تمام، فحصل اي حاجه اسمها هايبرناتريميا. طيب ايه اللي يعمل لك بقى الموضوع ده؟
تيومر مثلا، تيومر ضغط على البوستيريور بيتيوتري فخلاه ما تطلعش الاي دي اتش هرمون ده، انفلاماتوري ديس اوردر في الهايبوثالاموس والبيتيوتري، انفلاميشن اي انفلاميشن جه في الهايبوثالاموس والبيتيوتري خلاها ما تعملش الفانكشن بتاعتها، سيرجيكال بروسيجر انفولفينج ذيس اورجان، مثلا حد بيعمل حد عنده مشكله في البرين وجه عمل عمليه فالدكتور غصب عنه مثلا او اي حاجه شال ايه، شال البوستيريور بيتيوتري، هيد تروما زي الفراكشر بيز ايه اوف ذا سكال وقامت ايه مأثره برضه على البوستيريور بيتيوتري ما عادش قادره تعمل الفانكشن بتاعتها. طيب ده كده بالنسبه للدايبيتس انسيبيدس. بعد كده بقى هندخل على الهايبوثالاميك سوبرا سيلار تيومر. ايه حوار سوبرا سيلار تيومر ده؟ احنا عارفين ان البيتيوتري عامه بتبقى قاعده على حاجه اسمها سيلي، السيلي دي حاجه زي سرج الحصان كده، هي بتبقى ايه قاعده فيها كده تمام، فهو بيقول لك ان هي بتبقى موجوده، احنا بقى عايزين نعرف التيومر اللي بيبقى موجود فوق السله دي، فوق السوبرا سيلار ايه فوق السيلار ده حصل فيه تيومر في الهايبو في الهايبوثالاموس تمام. طيب الموست كومن تايبس بتاعته حاجه اسمها جلايوما، يبقى جاي من فوق، جاي من ايه، جاي من الهايبوثالاموس جلايوما والكرينيو فارينجيوما، الكرينيو فارينجيوما. طيب احنا هناخد ايه، احنا مش هناخد الجلايوما، احنا هناخد الكرينيو فارينجيوما بس، قلنا دي بتطلع من ايه، من ابيثيليال ريمينانت اوف الراثكس باوتش. الابيثيليال ده كان ايه لو تفتكروا، كان اكتوديرم، عشان كده احنا خدنا انت بسيطه عن الامبريولوجي في الاول، قلنا هو بيطلع من ابيثيليال ريمينانت ده من اللي هي اسمها ايه الراثكس باوتش تمام. قلت بتحصل موست كومنلي في التشيلدرن، بتبقى كونجينيتال تمام، وبتيجي فين في الادوليسون عند اللي هو بيكون عندهم حوالي 20 سنة تمام. طيب ده كده الجروس بيكتشر بتاعة التيومر، بيبقى سيستك عامل سيست كده تقريبا، هو ده تقريبا يعني، بيبقى فيه كالسيفيكيشن، بيبقى كومن فيه، بيحصل ايه عليه كالسيفيكيشن. هي الدكتورة قالت الموضوع اكبر من كده بكتير بس هي سهلت عليكم يعني. بعد كده قلنا الميكروسكوبيك بيكتشر بقى بيتكون من سكويموس ابيثيليال اليمنت وديليكيت ريتيكولار ستروما، احنا عارفين ان اي حاجه بتبقى عباره عن ايه ستروما تمام، يعني يعني زي ما يكون بيز كده ماشي، وفي نصها ايه، وفي نصها الباك جراوند عباره عن ديليكيت ريتيكولار ستروما ومتغرقه ايه، متغرقه سكويموس ابيثيليال اليمنت، سكويموس ابيثيليال ايه اليمنت. طب ده بيناين تيومر ولا مالجنت تيومر؟ لا الكرينيو فارينجيوما ده، الكرينيو فارينجيوما ده عباره عن بيناين تيومر، ثانيه عباره عن ايه بيناين تيومر ماشي، وما بيحاول ما بيتحولش مالجنسي، بيتحول المالجنسي ايه بيبقى رير، رير ان هو يتحول ل مالجننت تيومر تمام. كده احنا خلصنا المحاضره، نبتدي نحل شويه اسئله. اول حاجه قلنا الانتيريور بيتيوتري دي بتتكون من كل الخلايا دي ما عدا سوماتوتروفس، قلنا اه ده بيطلع جروس هرمون، لاكتوتروفس قلنا اه بتطلع برولاكتين، ثايروتروفس دي بتطلع ثايروكس ثايرويد ثايرويد ستيميليتنج هرمون، موديفاي جلايل سيل، لا موديفاي جلايل سيل دي كانت تبع البوستيرور بيتيوتري وليس الانتيريور بيتيوتري. اسباب البيتيوتري ديزيز تيومر وانفلاماتوري ديس اوردر وهيت تروما، اه كلهم اول اوف ذا اباف. طيب دايابيتس انسيبيدس، طب ليه اسمه دايابيتس؟ يعني دايابيتس انسيبيدس دي يعني كاذب، السكري الكاذب، ليه سميته سكري اصلا؟ لانه هو واخد نفس المانيفيستاشنز بتاعه الدايابيتس اللي هي البوليوريا والبوليديبسيا دي، فساعات بيحصل مس دايجنوزس كده اللي هو الناس بتشخصه دايابيتس ولكن هو سكري كاذب، اه واخد نفس المانيفيستاشن بس مش نفس الاسباب تمام. كاركترايزد باي ذا فولوينج ما عدا بوليوريا، اه بوليديبسيا ايوه، هايبوناتريميا لا كانت هايبر ناتريميا، هو ديزيز في البوستيرو بيتيوتري ايوه، هو ديزيز في البوستيرو بيتيوتري عشان بيحصل نقص في الاي دي اتش ايه الاي دي اتش سيكريشن تمام، فهو ايه الهايبو ناتريميا. بعد كده قلنا دايابيتس انسيبيدس ده ديزيز في الانتيريور بيتيوتري، لا لسه قايلين في البوستيرو بيتيوتري. دايابيتس انسيبيدس ده كاركترايزد بزياده في الاي دي اتش، لا يا عم ده نقص. نون فانكشنينج بيتيوتري ادينوما بتمثل 25% من كل الادينومات بتاعه البيتيوتري، صح. بيتيوتري ادينوما يوجوالي برودوس سنجل هرمون، ايوه بتبقى في سنجل سيل تايب وبتيجي في ايه بتعمل تطلع سنجل هرمون. كرينيو فارينجيوما بتحصل ان اولد ايج، لا قلنا بتحصل في التشيلدرن وبتحصل في الادوليسون. مالجنسي از كومن، لا قلنا المالجنسي از رير في الكرينيو فارينجيوما فتبقى غلط. برولاكتين سيل ادينوما ليد تو جالاكتوريا، ايوه بيعمل جالاكتوريا وبيعمل كمان ايه هايبوجوناديزم، بيعمل كمان ايه هايبوجوناديزم. كده احنا خلصنا المحاضره، اتمنى تكون وضحت معاكم، ولو احتجتوا اي حاجه ابعتولي في الفيدباك وربنا يوفقكم.